بدايه نقف عند تدريب الاهلي النهارده، لا نستأنف تدريباته استعدادا للمباراة المهمة مع شباب بلوزداد اللي هتكون مساء الجمعة إن شاء الله في استاد الجيش في برج العرب. اديكم شايفين جانب من مران اليوم، مستر مارسيل كولر بيقف على حالة كل اللعيبة ويتمرن بكرة الثلاث والأربع والخميس، يروح اسكندرية إن شاء الله للمبيت بيها استعدادا لهذه المباراة. المران يمكن شهد جانب بدني وجانب تكتيكي، وانتظم فيه انتوني موديست الفرنسي ونيدفيد وكريستو، ده التلاتة اجانب يعني، موديست وكريستو ونيدفيد تلاتة اجانب نيدفيد نيدفيد وكريستو كمان، محمد الضاوي وكريم وليد وانتوني موديست، التلاتة شاركوا في التمرين. وياسر ابراهيم ادى جلسة في الجيم لكنه حالته الحمد لله مطمئنة، ومحمد عبد المنعم المصاب بالتواء في الكاحل بسيط الحمد لله أدى بعض التدريبات البدنية، لكن حالة عبد المنعم وحالة ياسر إبراهيم مطمئنة وإن شاء الله موجودين مع الفريق في قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية، القائمة اللي بتتبعت النهاردة إن شاء الله. عبد المنعم خضع لجلسة علاج طبيعي قبل ما يؤدي بعض التدريبات البدنية الخاصة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية إن شاء الله. التمرين أعتقد كويس إن الأمور تكتمل بعودة المصابين، بس يا رب يعني يكونوا في حالتهم، لأن مش مسألة عودة بس، عودة إنك تعود. يعني إحنا شفنا فرحة الراجل بعودة عمرو السولية مثلا، أيوه، وقد إيه كان مقدر إن لعيب زي كده يرجع على الفريق. لأن أنت كل ما تيجي تتكلم على لعيبة خط الوسط، اللعيب المصاب ما بيتعدش. خط الظهر اللعيب المصاب ما بيتعدش، يقول لك عايزين. احنا لو فضلنا نتكلم على نواقص الفريق بهذا الكلام، احنا عايزين كل سنه نجيب فرقه. انما احنا عندنا فرقه فيها مستويات متقاربه، لعيبه مهمه جدا، وشفنا انها تقدر تشيل كلها، وان الغيابات باذن الله ما تكونش مؤثره، لان برجوعها بتقدر تعوض فراغات بتحصل وهكذا. طيب مين اللي هيرجع ومين اللي هيستمر في التأهيل؟ نشوف الزميل كريم أحمد موفد قناة الأهلي لمران الفريق في مختار التتش. مساء الخير يا كريم، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. تحياتي ليك يا أستاذ إبراهيم وتحياتي للبشمهندس عبد الله وتحياتي لكل جمهورنا العظيم. أهلا يا كريم، قول لي تفاصيل تمرينة النهارده ومين اللي رجع ومين اللي يستمر غيابه والبرنامج ماشي إزاي؟ يمكن طبعا كنت بسالك على محمد عبد المنعم. على محمد عبد المنعم منعم وياسر، يعني هم دول طبعا اللي عايزين نطمن كل جمهور النادي الاهلي عليهم. ياسر ابراهيم الحقيقه هو اللي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد بكل قوه في مباراه شباب بلوزداد. ياسر يعني الحقيقه النهارده طمنا عليه، هي كدمه في الركبه لكن قوته ورجولته الحقيقه كبيره جدا، فان شاء الله يكون متواجد. منعم التواء الكاحلي، يعني منعم كان عانى الاصابه دي اكتر من مره، ويمكن كمان مع المنتخب كان الامر صعب شويه معاه، لكن يعني شفناه النهارده بيجري حول الملعب بسيط. لسه عندنا 48 ساعه تدريبات منتظرين ان احنا نطمن عليه. اهم حاجه في الالتحامات، لان زي ما بنقول يا باشمهندس علي يا استاذ ابراهيم، مش عايزين ننزل لاعب في مباراه نفقده في بطوله كبيره جدا بقيمه كاس العالم للانديه، سواء منعم او موديست او ياسر. واعتقد ان هو ده اللي لازم يعني نبقى التارجت، وجوده معانا في كاس العالم للانديه كمان حوالي اسبوع هو ده الاهم، أو 10 أيام يعني، أقل من 10 أيام. ده أمر مهم جدا، عشان كده الجهازات الطبية لابد تكون على أكمل الوضع لكل اللعيبة، عشان كده بنقول إن الجهاز الطبي الحقيقة بيقوم بدور كبير جدا، لكن الدفع بين عدمه من بعض اللعيبة منتظرينها إن شاء الله في خلال 48 ساعة القادمة. أيضا كمان عايزين نأكد على جاهزية أكرم توفيق، إن شاء الله بإذن الله يكون من بداية المباراة برجولته الكبيرة وبروحه الكبيرة جدا. أكرم واحد من الشخصيات الرائعة جدا، عشان كده بنقول الفترة القادمة متلاحمة، محتاجين مجهودات كل اللعيبة. النهاردة يمكن مستر كولر اجتمع بلعيب النادي الأهلي قبل التدريب، اتكلم على أهمية المرحلة، على مباراة شباب بلوزداد، الفينش مهم جدا قبل ما تروح كأس العالم، وده كان أمر مهم جدا اتقال للعيبة، عشان كده أداء ونتيجة منتظرينهم إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة لعبتنا إن شاء الله بإذن. تقدر تكلمنا على موقف محمود متولي؟ كان في كلام إنه ابتدى يرجع. متولي برضه داخل في المراحل الاخيره خلاص، يعني برضه النهارده كان واخد الجزء التدريبي التاهيلي بتاعه النهارده. بقول لك يمكن المجهود الطبي اللي بيبذل مجهود كبير، لان العوده بتكون مهمه جدا، فلابد ان اللعيب يكون راجع بنسبه 100%، لان الخساره مش مطلوبه للعيب. عشان كده يمكن متولي
النهارده بنشوفه بياخد جزء من التأهيل البدني ليه، لكن مشاركات الكوره طبعا يعني لسه ما شفناهوش. زي ما بنقول الالتحامات هي اللي بتدينا المؤشر ان اللعيب ده جاهز ولا لا. سبرنتات، السرعات، الترنات، الحاجات دي بنشوفها في التدريبات بتطمنا بشكل كبير جدا على اللعيب. يا رب ان شاء الله باذن الله سكواد النادي الاهلي باذن الله يكون في كامل جاهزيته، سواء في مباراه شباب بلوزداد او الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي طبعا بطوله كاس العالم. مارسيل كولر استقر على قائمه الفريق لكاس العالم؟ والله يا استاذ ابراهيم النهارده يعني طبعا انت عارف هو اليوم الاخير بعد التمرين مباشره، كان في جلسه كابتن محمود الخطيب الحقيقه من البدايه من صباح اليوم النهارده، كان في اجتماعات عديده جدا بعد الانتهاء مع مجلس الاداره، تواجد الى ملعب مختار التتش في امور الحقيقه تنسيقيه، ويمكن زي ما بنقول مستر كولر في حيره كبيره. عندنا سكواد مميز، عندنا لاعبين مميزين، ممكن يعني بلغه الكره كده ممكن تيجي على لاعب، لكن الجاهزيه مش فنيه فقط، لابد ان انت تكون جاهز بشكل كامل. ملف الطبي كان امر مهم جدا، عشان كده بنقول الجاهزيه الكامله لكل لاعبي النادي الاهلي في بطوله كاس العالم امر مهم جدا. ويا رب ان شاء الله يعني يكون معاه ويقدر ان هو يختار التوليفه المناسبه والسكواد المناسب اللي باذن الله ان شاء الله نحقق شيء كبير جدا في كاس العالم زي ما جمهور النادي الاهلي. ما اعلنش بشكل رسمي عن القائمه؟ لا يعني طبعا احنا بننتظر الاعلان الرسمي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي طبعا كالعاده، لكن يعني حتى هذه اللحظه لسه ما شفناش الاسماء تحديدا، لان في اجتهادات كبيره جدا. ناس بتقول لك احمد عبد القادر مش موجود، ناس بتقول بعض اللعيبه، لا احنا الاعلان الرسمي لابد يكون من النادي الاهلي، لان الامر ده بيكون مهم جدا وبيبقى له تاثير شويه على بعض اللعيبه، لكن ان شاء الله خبرات كبيره مع لعيبه النادي الاهلي اللي موجود هيرفع اسم النادي الاهلي مهما كان اللي مش متواجد، لابد يكون بروحه بقلبه. وده الكلام المهم جدا اللي كالعاده كابتن محمود الخطيب بيقوله لعيبه النادي الاهلي، الهدف هو النادي الاهلي وليس اللاعب فقط. كريم احنا بنشكرك، شكرا جزيلا. شكرا استاذ ابراهيم، شكرا باشمهندس علي. شكرا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي لملعب التدريب، واعتقد كان مهم نطمن على حاله اللعيبه اللي راجعه من الاصابات وانخراطها في التدريبات بقوه. يمكن طمنا على انه ياسر ابراهيم ان شاء الله يكون موجود في قائمه الفريق في مباراه الجمعه، يمكن محمد عبد المنعم لسه هيخضع لبعض الجلسات والتجهيز خلال ال 48 ساعه اللي جايه لبيان فرصته من المشاركه في مباراه بلوزداد، لكنه ما فيش حاجه تعيقه ان شاء الله عن المشاركه في كاس العالم مع الفريق.